اثنين زوجي وواحد فردي، واحد فردي حوده. الله ينور الشباب، الله ينور. عم عمي عايزين قدامي ولاد. ايوه معاك يا فندم. ده بقى بيطلع الوجبه بيبقى فيها ايه يا اسماعيل؟ الوجبه زي ما انت شايف كده، بفتح الوجبه اهي. اه دي وجبه فرديه. تمام، لفرد واحد يعني. اه الزوجي واحد. تمام، ودي وجبه الفرديه، ودي وجبه الفرديه. وبيطلع معاه الخضار. بيطلع معاه الخضار وبيطلع معاه طبق حلو. تمام، والشوربه. وبيطلع معاه طبق حلو. الله ينور. الله يبارك لكم بصراحه. النهارده بس بتاعنا بس مختلف تماما عن اي بس تاني. البس النهارده مش بس شنط، النهارده البس بنقدم من مطبخ اهل الخير وجبات لاخواتنا واهالينا المحتاجين. الوجبه دي بتروح لغيت بيتهم. الوجبة بيكون عبارة عن الفردي والزوجي. الفردي بمعنى فرد واحد، فرد واحد، والزوجي فردين. اهو عايزها كده، واحد فرد واحد زوجي. الوجبة عبارة زي ما قلنا قبل كده، بيكون عبارة عن علبة زي دي محتوياتها المكرونة واللحمة، وبره بيكون فيه علبة الشوربة وعلبة الخضار وطبق حلويات. بيتم الان تجهيز افطار صائم لكل اخواتنا واهالينا المحتاجين عشان الوجبة توصل لهم لحد باب البيت. هيتم الان توزيع الوجبات ان شاء الله. توك توك هيروح لكل اخواتنا واهالينا المحتاجين لحد باب البيت. احنا بنصور النهارده البث من مطبخ اهل الخير. مطبخنا الشيخ اسماعيل حجي والكابتن اسماء شتا يعني انا بحب اشكر كل اخواتنا واهالينا واهل الكرم من مركز ابو المطامير وخارج مركز ابو المطامير اللي فعلا بجد بيثبتوا وجودهم معانا وقت الشده. اهل الكرم والله حاجه يعني في غايه السعاده وغايه الفرح انك تشوف حاجه زي كده في مركز ابو المطامير. فعلا الخير والكرم جنب من بيتك يعني. احلى شباب واحلى ناس واحلى عائلات، الناس اللي بتساهم معانا في الخير دايما وتساهم مع اهل الخير لكل اخواتنا واهالينا المحتاجين. الله ينور اسماعيل. النهارده بيتم تجهيز وجبه افطار صائم 14 رمضان ل 120 فرد. 120 فرد زي ما قلنا. العلبه محتوياتها اللحمه والمكرونه، وبعد كده بتحط علبه الشوربه وعلبه الخضار ومعاها طبق الحلو.
14 رمضان مستمرين معكم ان شاء الله لحد اخر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تبرعات اهل الخير من حبايبنا واهالينا. وحاب اشكر كل اهل الخير اللي بتدعم مطبخ الخير وبتدعمنا دايما يا رب، وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، اهل الخير والكرم. الحاجه يعني والله يعني ناس مبسوطه، والله ناس مبسوطه بدعم الناس ودعم اهل الخير. منتظرين تواصلكم معنا ودعمكم لينا. دي بقى الشنط دي بتطلع زي ما هي كده، بصراحه والله العظيم حاجه تفرح تفرح تفرح. يعني جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا في كل الناس اللي بتثق في اهل الخير وبتثق فينا، كل الناس اللي بتحب تساعد وتحب تدعم. خد 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 ودي كده معاك يا عم ميدو. واحد فردي اهو، خد يا سلمان نزل بقى. احنا كده النهارده بتطلع النهارده 120 وجبه. 120 وجبه الحمد لله. ويعني يوميا 120 وجبه، ولا 120 من 100 ل 120 حسب الدعم. ما احنا ان شاء الله بنناشد برضو الناس. يعني بفضل الله باهل الخير دعموا مطبخ اهل الخير بخروف، يعني لسه دابحين اهوت من شويه بينشف قدام حضراتكم. ان شاء الله هيتم طهيه بكره باذن الله تعالى، ويتم تعبئته برضه في وجبات كده، وتطلع لكل اخواتنا واهالينا المحتاجين لحد باب بيتهم، لحد باب بيتهم. مش عاوزين يجي علينا صلاه المغرب والناس قاعده قدام طبق مخلل زي ما بيحصل. والله يا جماعه والله والله ساعات بيأذن المغرب، المغرب بيأذن على ناس والله قدامها طبق المخلل. فمحتاجين دعمكم لكل اخواتنا واهالينا اللي محتاجين بجد، الناس العفيفه زي ما قلنا والناس الشريفه زي ما قلنا. وفي انتظار دعمكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.